حياكم الله ويانا ونبدي وياكم من فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 من شهر يونيو من كل عام. فقد حثت وزارة الداخلية أولياء الأمور إلى إبلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم الذين يتعاطون المخدرات حتى يتم إلحاقهم بالجهة المخصصة بعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين، مؤكدة أن الإبلاغ يعفي من المساءلة الجنائية وخطوة مهمة وسريعة نحو العلاج. قالت الداخلية أن ارتفاع عدد القضايا المضبوطة ساهم بخفض نسب الوفيات جراء المخدرات بنسبة 24% في العام 2021. إلى ذلك، كشف رئيس المؤتمر الدولي إدمان المخدرات بين تحديات المواجهة ومتطلبات إعادة التأهيل الدكتور أحمد الشطي عن عدد الوفيات في الكويت الناتجة عن إدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والخمور خلال السنوات الخمسة الماضية، والتي بلغت 327 حالة وفاة رغم كل الجهود المبذولة، داعيا إلى ضرورة تفعيل توصيات المؤتمر والتي شددت على أهمية إحياء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات في الكويت. نظمت محافظة الأحمدي الحملة الثالثة للتبرع بالدم تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم وتحت شعار قطرة من دمك حياة لغيرك بالتعاون مع إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة. ووصل عدد أكياس الدم التي تم التبرع بها 142 كيساً، علاوة على تقدم 30 متبرعاً لتحقق بذلك رقماً قياسياً من حيث حصاد التبرعات وفق تقدير ذوي الاختصاص. أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل يوسف كاظم عن انضمام وزارة التربية للتطبيق عبر خدمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة فور صدورها واعتمادها وإعلانها الرسمي، داعيا الطلبة وأولياء الأمور لتحميل التطبيق وتفعيله تمهيدا لاستخدام وطلب هذه الخدمة عند إعلان النتائج. وعن عمليات الغش في الأسماك، قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن على المستهلك أن يطالب بفاتورة شراء لضمان حقه في حال حدوث بعض حالات الغش، لافتا إلى أن أغلب حالات الغش في الأسماك تكون مستوردة من الخارج. أنت حقك يعني تطلب فاتورة حتى تحافظ على يعني عند اكتشاف الأسماك أو ربيار غير صالحة بضمان حقك، وهناك مكاتب رقابة في السوق ويسترجع مبلغك ويتم مخالفته. يعني أيضا احنا كنا تفاجأنا في مرة أخت فاضلة طبعا تكلمت وقالت أنا بطلت الزبيدي المستورد لقيت داخله مساميل. طبعا هو التاجر ليس له ذنب بهذا الأمر، كانوا صيادين يبيعونها حق التاجر في البحر، وكان التاجر يأخذها ويوردها هني داخل الكويت ومن ثم يتم اكتشافها داخل السوق. فهي أخذت فاتورة من البسطة وراحت اشتكت وتم مخالفته الشخص وتم تحويله إلى النيابة التجارية، وهو ما له ذنب في هذا الأمر، هو لم يضع هذه المسامير وأساس المسامير معروف مصدرها. أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف قراراً وزارياً يسمح للمواطن الراغب في تدريب أحد أقاربه من ذوي المحارم منه إصدار تصريح تعليم قيادة مؤقت، واشترط القرار أن يحمل الراغب بإصدار تصريح تعليم قيادة مؤقت أن تكون رخصة سوق خاصة سارية مضى على إصدارها مدة 5 سنوات، وتحدد الإدارة العامة للمرور أوقات وأماكن والاشتراطات الواجب اتباعها في حال الحصول على هذا التصريح. استضافت الكويت بطولة الخليج للدراجات المائية لسباق الهايدرو دراج في منطقة الخيران بمشاركة 50 متسابقا من الكويت وخارجها، ورحب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية مرزوق الديحاني بالمتسابقين الخليجيين في بلدهم الثاني الكويت، متمنيا لهم طيب الإقامة والتوفيق في بطولة الخليج للدراجات المائية للهايدرو دراج. طبعا اليوم نادي الرياضات البحريه
وبرعاية كريمة من الهيئة العامة للرياضة عندنا بطولة الخليج للدراجات المائية الهايدرو دريك. طبعا اليوم ما شاء الله وصل عدد متسابقين إلى الآن 50 متسابق عندنا من دول الخليج هم مشاركة، عندنا من المملكة العربية السعودية وعندنا من مملكة البحرين هم مشاركين وعندنا من الإمارات العربية المتحدة. يعني ما شاء الله الأمور كلها طيبة والأمور كلها تمام. أمانة استعدادات نادي الرياضات البحرية مثل هذه البطولة استعدادات كبيرة، طبعا المشاركين يصلون تقريبا إلى 45 مشارك، وهناك طبعا ثلاث فئات لهذه البطولة، هي فئة الستوك وفئة سوبر ستوك وفئة الأوبن. طبعا الأخوان في نادي الرياضات البحرية طبعا جاهزين لإقامة هذه البطولة من تقريبا أكثر من شهرين، تم تسجيل كل اللاعبين اللي حابين يشاركون في هذه المسابقة من كل دول مجلس التعاون. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 5 سنتات ليبلغ 110 دولارات و56 سنتا للبرميل وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات و7 سنتات لتبلغ 113 دولارا و12 سنتا للبرميل. ختام أخبارنا باختصار والتفاصيل في نشرة التاسعة، إلى اللقاء.